بينا لإيديهم نشوف الدنيا بعنيهم، نكون دايما قريب منهم نعيش ليهم نعيش بيهم، عشان بكرة يكون أجمل وتتحقق أمانيهم. نقرب من قلوب الناس ويسري فينا نبض الناس، نمد إيدينا لإيديهم نشوف الدنيا بعنيهم، نكون دايما قريب منهم نعيش ليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. أعزائي المشاهدين، في حلقة جديدة من حلقات برنامج قلب كبير، وإحنا في نهاية شهر رمضان المبارك، بيسعدني أني أستضيف أسرة مصرية، أسرة هي مثال للتحدي، مثال للإرادة، مثال للقدرات الخاصة، أسرة من أبسط الأسر المصرية، لكن بتدينا نموذج رائع جدا كيف يكون التحدي، كيف تكون الإرادة لمواجهة الحياة. هستقبل ضيوفي، ولكن عندي تعليق أرجو من السادة المشاهدين يعني يشوفوا هذا التعليق ويقولوا رأيهم إيه، وإحنا في مصر في سنة 2018. لكن قبل ما أجي للتعليق بتاعي، برحب بضيوفي دكتورة مي العجمي، استشاري تعديل السلوك، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. الله يخليكي. أستاذة ميادة، أهلا بيكي. أستاذ علي، أهلا بيكي. سيد محمود، مثال للإرادة والتحدي، أسرة معاهم طفلين، مع مريم، مع زمزم، زمزم وعواطف، ربنا يبارك إن شاء الله. الأسرة اللي معانا، علي خريج مدرسة تربية فكرية، أستاذ علي مش كده؟ أيوه. مدرسة تربية فكرية فين؟ في مصر القديمة. في مصر القديمة. وميادة خريجة إيه؟ والإعدادي. والإعدادي. مدرسة عادية. مدرسة عادية. أنت سنك كام يا أستاذ علي؟ عندي 29 سنة. 29 سنة. ميادة؟ 23. 23 سنة. علي وميادة ربنا أكرمهم واتجوزوا، رغم وهو ان هو من خريج مدارس التربيه الفكريه. انا جايب الاسره البسيطه ديت عشان ادي نموذج لكل اسره عندها طفل او طفله او شاب او فتاه من ذوي الاحتياجات الخاصه، الحياه لا تتوقف على شيء، فقط اديلهم الفرصه وسيبدعوا، حتى لو كان شغال فين يا استاذ علي؟ عامل؟ عامل بمدرسه تربيه فكريه، بمدرسه تربيه في عامل فكرة. بمدرسة تجريبي مش كده؟ وبتاخد مرتب؟ ايوه. الحمد لله. مرتب بسيط يعني، حل لا مرضى. بسيط الحمد لله. الحمد انا جايب علي وجايبك النهارده عشان نقول لكل اسره مصريه عندها حد من ذوي القدرات الخاصه ما يقعدش في البيت. لازم يبحث عن فرصه العمل المناسبه. وقبل ده كله لازم احييكي على ان انت لما علي تقدم لك ما رفضتيش. لا هرفض ليه؟ الكلام ده هنقوله في الحلقة، بس بعد ما ارجع للدكتورة مي وضيفتنا النهاردة، أظن النموذج ده نموذج رائع إن احنا نقدمه في برنامج قلب كبير. أنا شايفة الحقيقة إن النموذج ده نموذج متميز ورائع وتجربة نطلع بيها قدام الناس كلها ونقول يا جماعة النموذج ده ممكن يكون نموذج ناجح وممكن يتكرر. مش مرة، مرتين وتلاتة. بس تحت شروط معينة، يعني ايه؟ ما ينفعش ان احنا نعمم ده على كل المستويات. انا شايفة ان من احتكاكي بعلي الحقيقة، يعني انا علي من الشخصيات اللي انا يعني قعدت معاها، تمام. علي جد جدا، مقدام، عنده اصرار على انه ينجح بالظبط كده. علي بيشتغل، تمام، وبيصرف على اسره، تمام، وما شاء الله عنده بنتين ربنا يخليهم له زي القمر. تمام، ربنا يخليهم يا رب. تمام. فانا شايفه ان ده دي تجربه ممتازه، حاله انسانيه لازم تتعرض. لازم تتعرض ونتكلم عنها كتجربه ناجحه في المجتمع، ونبدا نقول للناس يا اهو يعني ده نموذج حي موجود في وسطينا، ويبقى جميل لو يتكرر على نماذج اخرى. أنا الحقيقة يعني عايز أسترسل مع حضرتك في موضوع علي، بس قبل الكلام ده وإحنا بنعرض النموذج ده على الهوا، وأنا بفتح جريدة الأهرام النهاردة
الحقيقة استوقفني خبر ما نشوف في الجورنال، وأنا جبت جورنال النهاردة، وهعتبر الخبر ده بلاغ رسمي لكل أجهزة الدولة المعنية، السيد المستشار النائب العام، السيد اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وقبلهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه؟ لأنه لا يجوز في 2018 أن يكون عندنا وزير أوقاف يتغول على ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي القدرات الخاصة، أو يظلمهم، أو يقول أن أنا عملت مسابقة وهو ما عملش مسابقة. للأسف اللي شفناه من السيد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة من يومين الحقيقة شيء فظيع، شيء شنيع. يؤسفني ان انا اقول الكلام ده، بس الكلام ده الحمد لله منشور في جريدة الاهرام المصرية اللي هي الجريدة الرسمية تقريبا للدولة. منشور ايه بقى؟ عبد الرحمن طفل المنوفية حافظ القرآن الكريم، تكريم الرئيس منحني التشجيع وضحك عندما طلبت رحلة حج ورفع جائزتي. لو حضراتكم فاكرين كان اول امبارح في احتفال مصر بليلة القدر، وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوزع الجوائز لأبنائنا ذوي القدرات الخاصة وأبنائنا الأسوياء في ليلة القدر. كلنا سعدنا باحتفال مصر بليلة القدر وبإطلالة السيد الرئيس وبحنيته على أبناء ذوي أبناء حافظ القرآن الكريم، ولقينا إن الجائزة الأولى للأسوياء كانت 150,000، الجائزة الثانية 125، الجائزة الثالثة 100، ده في حفظ القرآن الكريم وتفسيره. بعد كده او حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، بعد كده حفظ القرآن الكريم وتفسيره كانت 125,180,000. وكان من ضمن الابناء المكرمين الاسوياء ولد كفيف سنه 17 او 18 سنة من حفظة القرآن الكريم. كويس، لما جينا للمتسابق او للمكرم رقم 10 اللي هو عبد الرحمن، وزير الأوقاف قال إن ده من ذوي القدرات الخاصة اللي هم ذوي الإعاقة، واداله جايزة 20,000 جنيه. وشفنا السيد الرئيس وهو بيكرم عبد الرحمن وحتى قبله وسلم على والده، والسيد الرئيس في خطابه لما لقي جايزة عبد الرحمن 20,000 جنيه يعني ضحك كده وهو بيلقي خطابه، في أول كلمة قال لهم بس يعني يا ريت نرفعها شوية، لو انتم مزنوقين احنا ممكن نساعدكم. هل وزارة الأوقاف مزنوقة؟ طب وزير الأوقاف لما عمل جايزة للأسوياء 150,000 جنيه يعمل لذوي القدرات الخاصة 20,000 جنيه؟ ايه التمييز الصارخ ده؟ ايه عدم الظلم الواضح ده؟ فين العدالة اللي عملها وزير الأوقاف بين الأسوياء وبين ذوي الاحتياجات الخاصة؟ أنا الحقيقة حزين، لأن وزير الأوقاف اللي بيعلمنا وبيطلع على المنبر ويقول قال الله وقال الرسول هو أول واحد ما بيعملش بيها. أنا بتكلم ومعايا الدليل الأهرام. اللي أسوأ من كده بقى حضراتكم إيه هو؟ إن عبد الرحمن ده مش من ذوي القدرات الخاصة، ده عبد الرحمن ده طفل كفيف. أنا كإسماعيل طنطاوي وكرئيس مؤسسة بتعمل في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من سنة 2002، 16 سنة، والحمد لله عملنا مسابقات من سنة 2005 و2007 و2008، وعملنا أول مسابقة محلية أيام الدكتور محمود زقزوق في 2010، وفي مسابقة تانية 2011 والثالثة 2012، الثانية 2011 أيام المجلس العسكري والمشير طنطاوي. بقول لمعالي الوزير الطفل الكفيف أو الشاب الكفيف ليس من ذوي الإعاقة الذهنية، ليس من ذوي القدرات الخاصة، احنا بنطلق عليه ذوي الاحتياجات الخاصة لكن مش ذوي القدرات او ذوي الاعاقة. عشان كده يا معالي الوزير انت لما اديته جايزة ذوي القدرات الخاصة ظلمت ذوي القدرات الخاصة، لما دخلت المسابقة بتاعتهم ظلمت ذوي القدرات الخاصة. ده بلاغ مني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزير الاوقاف للأسف ورط الدولة اكتر من مرة في مسابقات المعاقين، وهو ظالم لذوي الإعاقة الذهنية. وكفاية يا ريس اللي حضرتك قلته في الحفل، أعتقد ده أكبر دليل ما كانش محتاج إن أنا أوضحه. لما يعمل حتى لو هو اعتبره من ذوي القدرات الخاصة يديله 20,000 جنيه ويدي السوي 150، حقيقة صعبة مين يقبلها؟
ده دستورنا بيحثنا على عدم التمييز. وانت يا معالي الوزير اللي بتقف على المنبر وتقول لنا خدوا بايده الضعفاء، ده وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي علمنا في معنى الحديث انما تجبرون وتنصرون وترزقون بضعفائكم. وفضيلتك للاسف اكبر ظالم ليهم. انا على استعداد اي حد في اجهزه الدوله مستعد اديله المستندات الكامله، واللي سبق عرضتها قبل كده ان اول مسابقه في القران الكريم لذوي القدرات الخاصه اتعملت اهي سنه 2010 اهو، ده الورق اللي كان جاي لنا واللي نظمتها مؤسسه ابرار مصر واللي انا باشرف ان انا رئيسها او اسستها. دي اول حاجه سنه 2010 9 بدا الاعداد ليها وتمت في 2010. الاوراق موجوده والمستندات موجوده لاي مسؤول في بلدنا، في السيد المستشار النائب العام، السيد اللواء محمد عرفان رئيس هيئه الرقابه الاداريه، اي حد بيسمعنا دلوقتي، اي حد مصري اصيل يهمه مصلحه البلد، يهمه ياخد بيد ذوي الاحتياجات الخاصه، يوصل لساننا للسيد الرئيس، يوصل رسالتنا للسيد الرئيس، يقول له ان وزير الاوقاف ما بيقولش الحقيقه للاسف. وللاسف هو اكبر ظالم للناس دي، لانه المسابقه بتاعتهم ضاعت عليهم السنه دي، وما اتعملش مسابقه لذوي القدرات الخاصه للاسف في القران الكريم، ودي هي الطامه الكبرى. انا بتمنى واكيد اكيد في حد هيسمع البرنامج او هيسمع الحلقه ديت يوصل صوت ذوي القدرات الخاصة للسيد الرئيس، لأنه لا يجوز في 2018 يكون عندنا وزير أواف للأسف يضحك على الدولة ويضحك على الرئاسة ويضحك على المعاقين. ليه؟ يا معالي الوزير لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. آخر كلمة ممكن أقولها وأرجع لضيوفي وأرجع لحضراتكم، وأعتقد أن أنا وصلت رسالة وإن شاء الله هتصل، وإن شاء الله متأكد 1000000% لو الرئيس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرف الموضوع ده لن يكون لهذا الوزير مكان في الوزارة بعد كده، لأنه هو اللي قال أي حد يعرف أي وقعة فساد لازم يتكلم، لازم يبلغنا، لازم يقول. وأنا يا سيادة الرئيس بقول وقعة فساد منشورة في الأهرام اهيت. وأنا بشكرك يا سيادة الرئيس إنك أخذت ابنك عبد الرحمن وحضنته وقلت مع الوزير يعني نرفعه شويه نزوده شويه. كتر خيرك والله. والله لو كل الناس في مصر زي حضرتك كده وكان قلبهم حاني على ابنائنا ذوي الاحتياجات مصر هتبقى بخير، ومصر هي بخير طالما حضرتك بخير. شكرا. ارجع لضيوفي وضيوفكم، معلش بس الواحد حزين انه بيشوف الكلام ده وبيشوفه من مسؤول في البلد للاسف. المفروض فيه ان هو اكتر واحد بيعلمنا الصدق والمصداقية والعدل والرحمة والعطف، وان احنا ناخد بايد الضعفاء وان احنا نشد عليهم. للأسف هو كان اكبر ظالم ليه. دكتورة مي اكيد تابعتي احتفال مصر بليلة القدر، او شفتي الرئيس وهو بيحتضن ابننا عبد الرحمن ذوي الاحتياجات او الكفيف وبكرمه، أو سمعت إن هو رفع الجائزة بتاعته من 20 ل 60 ألف جنيه؟ ما تابعتش. طيب رأيك إيه لما تشوفي إنه مسابقة الأسوياء أو الجائزة الأولى للأسوياء 150 والجائزة الأولى لواحد من أبنائنا يعتبر من ذوي الاحتياجات 20 ألف جنيه؟ لا هو يعني طبعا هنا يعني في نسبه من يعني الظلم شويه الحقيقه، لان طبعا الموقف هنا مختلف. لان السوي غير ذوي القدرات الخاصه. تمام. قدرات ذوي القدرات الخاصه بتحتاج مجهود اكبر عشان يقدر يحفظ او يعني يخزن اي كم من المعلومات في ذاكرته. تمام. فبتاخد مجهود وبتاخد وقت وبتاخد حاجات كتير، فلا يعني مفروض ان يبقى في تقدير اكتر لذوي القدرات الخاصه لانه بيبذل مجهود اكتر من الطفل السوي. في عداله المفروض، يعني المفروض يكون في عداله. مفروض طبعا ما يكونش في التمييز الصارخ ده. لا يعني هو واحد لسبعة تقريبا. لا هو مفروض يكون في تقدير لان دول بيبذلوا مجهود اكتر، يعني ذوي القدرات الخاصه
ذوي القدرات الخاصة زي ما قلنا قبل كده في حلقة سابقة ان هم عندهم مشكلة في الذاكرة والتركيز، فعشان خاطر أبدأ ان انا احفظ ويبدأ يراجع ويسترسل وكلام زي كده فبياخد مجهود، ومجهود مش قليل، وخاصة مش للطفل نفسه اللي بيحفظ، لا ده اللي بيقوم بتحفيظه بيبذل مجهود الحقيقة أكتر من الطفل السوي. نعم، واحنا بنشوف في كل الدنيا انه ابنائنا ذوي القدرات الخاصه بيتم تكريمهم على قدم وساق زي الاسوياء، يعني ما بيكونش في تمييز صارق بينهم. بالظبط بالظبط، ده مش على مستوى القران الكريم بس، ده على مستوى كمان على كل المستويات. يعني الحقيقه في المراكز الثقافيه اللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده اللي تابعه لصندوق التنميه الثقافيه، الحقيقه بتكرم الولاد دول لان هم بتعتبر ان هم بيبذلوا مجهود على ما يوصلوا للنتيجة اللي بنوصل عليها. تمام. سواء كانت من الناحية الرياضية، سواء كانت من الناحية الفنية، سواء كانت الورش اللي بتتعمل لهم. تمام. فهم بيبذلوا مجهود فوق طاقتهم، يعني التعامل معهم بيحتاج جهد أكبر في كل المجالات، من المحيطين، من المحيطين من المحيطين ومنهم شخصيا، والطفل نفسه بيبذل مجهود غير الطفل السوي. تمام. نرجع لضيفنا علي وزوجته ميادة. علي قلت لي سنك 29 سنة؟ أيوه. تمام، وأنت من دار السلام. من دار السلام. قول لي بدأت حياتك إزاي ورحت المدرسة التربية الفكرية، ولما عملت إيه في التربية الفكرية؟ كنت في مدرسة هناك في 96. كانوا بيضربونا هناك في المدرسة. تمام. وكانوا بيقولوا عليا متخلف. نعم. ورحت المدرسة الفكرية، حولوني المدارس الفكرية. ورحت المدرسة الفكرية أول سنة. رحت لعبت كرة مع أستاذ أحمد عطية. ده كان مدرس تربية رياضية. تمام. كنت بروح معاه أسمع لي. تمام. طيب احنا بعد ما خلصت التربية الفكرية رحت المدرسة تاني، رجعت لها. طيب ممكن نطلع فاصل وحد ياخدهم؟ ممكن نطلع فاصل وحد ياخدهم بره؟ ماشي. نمد ايدينا لايديهم نشوف الدنيا بعينيهم، نكون دايما قريب منهم نعيش. رجعنا لحضراتكم. استاذ علي قلت لي كنت في التربية الفكرية. وبعد ما خلصت التربيه الفكريه اشتغلت فين؟ اشتغلت برضه في المدرسه الفكريه. في المدرسه الفكريه. لغايه ما كان سنك كام سنه؟ كان حوالي 25. 25 سنه. تمام. انت ابتديت امتى في المدرسه التجريبيه؟ بتشتغل في مدرسه تجريبيه دلوقتي عامل نظافه. مظبوط؟ ايوه. بقالك كام سنه؟ بقالي من 2015. من يعني ثلاث اربع سنين تقريبا. تمام. مبسوط في المدرسة التجريبية؟ ايوه. طيب بتتعامل مع الناس ازاي في المدرسة؟ بتتعامل مع المديرة، مع الاخصائيين، مع الطلبة؟ الاول بنين ولا بنات؟ ثانوي وابتدائي واعدادي. ابتدائي واعدادي وبنات. وكيجي. ثانوي بنات ولا بنين ولا بنات؟ كله بنات. كله مختلطة يعني. طيب بتلاقي صعوبة في التعامل مع الأولاد أو مع المدرسين أو لا. مع زمايلك في المدرسة؟ لا، ما فيش إنك كلهم بيحبوني الصراحة. كلهم بيحبوك وأنت تتحب وأنت إنسان طيب، وعشان كده الكل لازم يحبك. طيب اتعرفت بميادة إمتى؟ دي أمها جت كلمت أمي وقالت لها أنا عاوز أمها ولا أمك؟ لا أمها. لا هنخلي الكلام ده بقى لميادة. ميادة انتوا قرايب؟ لا مش قرايب. طيب عرفت علي امتى وازاي؟ مامتي كانت ست كبيرة وكانت تعرف مامتي من زمان. ولما شافتها قالت لها انا جوزت، قالت لها انا عندي بنت لسه ما اتجوزتش. يعني زي ما هو بيقول فعلا ان مامتك اللي قالت انا عندي بنت لسه ما اتجوزتش. تمام. قالت لها طب انا عندي ابن لسه ما جوزتوش. قالت لها خلاص هاتيه ونديه ايه بنت كويس. جابته وانا وافقت عليه، وانا قلت لا. ما قلتيش يعني
ما اعترضتيش على حاجه، ما قلتيش ان علي مثلا كان في مدرسه تربيه فكريه ولا حاجه ولا كلام؟ عادي بتحصل في احسن الحالات، يعني لو انا اخذته سليم وجرى له حاجه يعني هسيبه؟ اكيد لا. الكلام ده كلام جميل، عشان بس ما حدش يفتكر نفسه في لحظه كده ان هو يعني ايه وصل السما السبعه مثلا زي ما بيقولوا. لا، ده ما بين لحظه وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. دي الكلمه اللي بتقولها ميادة دلوقتي، لو خدته سليم وحصل له حاجه هيبقى ايه؟ انت كلامك ده بيدي يعني عارفه بيعلم ناس كتير. ايوه. الروح الحلوه، الحنيه، العطف، الجمال كله. في ان الانسان ما يبصش للمنظر، يبص للجوهر. لا، ما يبصش للمنظر، المنظر ده اي حد بيتم بيه. نعم. بس الجوهر اللي في القلب احسن حاجه، ده قلب طيب وابيض، واحسن من الشباب اللي بره بكتير. قلب طيب وابيض. اه. وقلب كبير. اه. وانت في قلب كبير النهارده. طيب لما تمت الخطوبه كان في شكل معين من اشكال الاتفاق المالي او حاجه؟ كان في اعتراضات؟ كان في مشاكل؟ كان في حاجه زي كده؟ لا ولا في مشاكل ولا حاجه، وبعدين انا وافقت عليه. اه. عشان مثلا هو انسان طيب، وبعدين كنت بشوف البنات كلها. قلت له انا اتخطب عشان عريس مثلا ايه؟ قلت لها لا، يعني انت تتخطب مثلا عريس افرض جرى له حاجه مش هيبقى زيه؟ اه. لا، هو حلو مش وحش. نعم. هو وحش ليه؟ طيب. اهم حاجه ان هو انسان كويس، وادام هاكل وهشرب وهقعد خلاص. بتشوفي ان هو شغله ده كفاح، قصه كفاح وقصه عيله؟ كفايه ان هو شقيان وبيخرج وبيجيب كل حاجه لعياله. اهم حاجه العيال، مش مهم ان الكبار يلبسوا، مهم الاطفال ان هو يجيب لهم بس. والله. اه. طيب مفيش في يوم معين كده، انا مش عايز اسبق الاحداث دي، لكن في الجواز لما اتجوزتوا قعدتوا فين؟ قعدنا في الشقه. مع يعني شقه مين؟ احكي لي قولي. الشقه بتاعتنا. اه. اللي هي بتاعتهم. بتاع يعني انت قاعده مع حماتك دلوقتي؟ مع والدته؟ قاعده مع حماتي ووالدته، وبعمل كل حاجه معاها. والله. اه عادي زي امي يعني. اللي يحسب دي هيلاقي دي، يعني اللي يحسب ان دي امه وهي دي امه. دكتوره الكلام ده بقول ان هم دول من المصريين، هي دي الشخصيه المصريه الطبيعيه اللي ما عندهاش مشكله في الحياه تقريبا. انا سعيده بمياده قوي يعني كدا. هي انا بصراحه متفاجئه بالكلام اللي هي بتقوله. آه. بتقول كلام ما بيتقالش في العموم لبنات تانية كتير. لكتير لكتير مثقفات ومتعلمات وما اعرفش. بالظبط كده. فانا سعيده جدا. وممكن تلاقي واحده فيهم تهد الجوازه. آه. على ما اعرفش ده العربيه كانت مثلا صغيره مش كبيره، او الشقه. لا، والشبكات، الشبكه والمهر. آه. والمصاريف الباهظه اللي بنسمع. آه. عنها. آه. اليومين دول. اه. فمياده كلامها ده يعني يسكت. آه. كل. آه. الكلام. اه اه ممكن. اه تمام. فانا سعيده بيها جدا ان هي قالت كان ممكن يبقى نورمال حد عادي. آه. ويحصل له مشكله. آه. كنت هسيبه. آه. فدي ست مصريه اصيله. نعم. وتكافئ يعني اولا كلنا لازم اولا نشكرها. شكر. بالزبط. شكر. بالزبط. لان هو ده تفكيرها رغم صغر سنها. يعني هي انا عرفت ان هي عندها 23 سنه. بالظبط. فجميل ان هي في السن ده 23 سنه وبتفكر بالمنطق ده. يعني ده ما شاء الله عليها يعني. وده يدل على شيء، يدل ان هي هتعيش. بالظبط. وهتتحمل. وهتعمل اسره. مشاكل الحياه. بالزبط. واكبر دليل على كده الاطفال. بالظبط. الاولاد اللي هي جايباهم. نعم. هي فرحانه بيهم قوي ان هم من علي. وهو فرحان بيهم. وهو فرحان بيهم. ربنا مش كده يا علي؟ لها. نعم. انا عايز اقول لك حاجه يا مياده. احنا كان عندنا في مؤسسه ابرار مصر شاب زي علي كده، وكان من ذوي القدرات الخاصه، وكان حافظ القران الكريم، ما كانش بيعرف يقرا ولا يكتب. كان عندي معانا اخصائيه بتشتغل معاها مؤهل عالي كويس. عملت المستحيل في ان هي تتجوزه، وقالت مش عايزه اي حاجه خالص، ولكن للاسف اللي رفض الاب يرحمه الله، ابو الشاب ده رفض. واخده بالك؟ انت عامله قصه جميله جدا، وانا سعيد ان انا بستضيفك النهارده. احنا في مصر تقريبا في عشرات بل مئات بل الاف زي علي، تمام؟ مش قادرين يعيشوا الحياه الطبيعيه، لانه مش بيلاقوا، اذا لقوا البنت اللي تقبلهم مش بيلاقوا المكان، ما بيلاقوش الاسره اللي تحتضنهم. احنا لازم نشكر
مامتك اولا ومامته على ان هم محتضنينكم و يعني مخليكوا او موفرينكوا سبل الحياه الطبيعيه حتى لو هي بسيطه، مش كده يا دكتوره؟ تمام تمام مظبوط. بس علي بتعيش يومك ازاي؟ بتروح الشغل وبعد ما بتيجي الشغل بتقضي يومك ازاي يعني؟ باجي اصلي الظهر، اصلي الظهر في المدرسه، وبعد كده اصلي العصر في دار السلام. تمام تمام. وبصلي المغرب والعشاء. تمام. بعد كده بتعيش مع بيتك ازاي ومع اولادك؟ احكي لنا بتعمل ايه؟ بحب ابقى مع عمي عصام شعلان. بروح معاه اوزع في الحاجات لله معاه واروح للدكتور صلاح الدكتور يعني مندوح. تمام. وبعد كده باجي ببقى في البيت معاهم. علي عايز يقول لنا ان هو بيشتغل شغلانه بعد الظهر غير المدرسه، يعني يروح المدرسه الصبح وبعد الظهر بيروح شغلانه ثانيه. شغلانه ثانيه. ايوه. قصه جميل. قصه كفاح. انت بتعملي بتشتغلي يا مياده؟ لا انا قاعده في البيت بربي بناتي وبربي حماتي. وبتراعي خلاص. بربي حماتي. في استقرار نفسي واسري وفي راحه كده، في ايجابيه ان هي حماتها بتعتبرها والدتها. تمام. وسعيده جدا ان هي عايشه مع حماتها وبتخدمها. تمام. فدي من النماذج القليله في المجتمع اصلا، فدي حاجه نحييها عليها يعني، كنموذج سته مصريه جميله بتطبق الاسلام بحذافيره، اللي هي جعلة من حماتها زي والدتها. بالظبط. وشايفة ان زوجها ده هو احسن حاجة في الدنيا وبتعامله بما يرضي الله. تمام. هو ايه الاسلام غير كده؟ لا وكفاية ان هو شايفاه قصة كفاح، يعني بتقول هو بيتعب ويشقى واهم حاجة عنده بيته واولاده. دي حقيقة فعلا. يعني حقيقة فعلا. دي تعالي اسألي اي حد سوي كده وقولي له انت عايش ازاي؟ يقول لك الحياه ده كلها مشاكل، ده الحياه ضنك، ده الدنيا صعبه، مفيش فلوس. لا مياده ما قالتش الكلمه دي، يعني احنا حاولنا حتى نقول لعلي ومياده يعني انتوا عايشين ازاي عشان يقولوا الكلمه دي، ما قالوهاش. ما اشتكوش. صح؟ نقول الحمد لله. الحمد لله. مهما جرالنا نقول الحمد لله. بالظبط. وطول ما انت بتقولي الحمد لله. الحمد لله. على فكره الرضا يعني في نعمة ربنا بيديها للناس بس مش حاسين بيها، هي نعمة الرضا. إذا 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 رضينا على كل اللي ربنا مديهولنا دي نعمة لا تقدر بمال. غيرك كده يمكن مش عايش نفس الظروف اللي أنت عايشاها، ولا بدأ يعني يبقى عنده أطفال، ولا في ناس كتير عارفة. في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث ما معناه إيه؟ أقدر بالمرء ألا يزدري نعمة الله عليه، يعني ما يقللش من نعمة ربنا عليه. قيل كيف يا رسول الله؟ قال ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه. يعني الإنسان عشان يشعر بنعمة ربنا عليه وبرضا ربنا وبراحة في الحياة ينظر إلى من هو دونه. معانا ضيف على الهواء أستاذ عبد الستار، أهلا بيك. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه معكم. السلام عليكم. اهلا بيك استاذ عبد الستار، اتفضل. اتفضل. نشكركم على البرنامج اللي قدموه. ربنا يخليك. سؤال واحد. اتفضل. اتفضل اسال. معي انا زوجي، انا واخد بالكم يعني نشتغل. انا معي زوجة. مين؟ معي زوجة في البيت. تفضل. اي يعني فطول النهار تشاكل وتعارك ويجي تكلمها تقول لها حسيه جايه من امتى تزعل. تمام تمام. ويجي مثلا هي يعني تكلمها كلمه كويسه، لا ما تروحيش هنا مثلا تعمليها تزعل، يقول لك لا. نعم. انت تتامر عليها، انت مش عارف ايه، تكلمها تلاقيها منتفخه دايما يعني باسلوبها. نعم نعم. تعال من ذلك يعني مثلا مش هقول لك اتبعت الزوجة من بعد الله، مش زوجة الرسول. نعم يعني حضرتك معاك زوجة بس الزوجة دايما دايما ان شاء الله في مشاكل. في مشاكل صح؟ كل شوية كل شوية مثلا تجي تقول لك ما تروحش مكان كذا، لا تروح. نعم بتخالف بتخالفك يعني.
مش الرسول بيقول لك فيها. نعم؟ بيقول لك الرسول لو امرت احد لو امرت السجود لاحد لامرت السجود. في معنى الحديث لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها. للزوجة سجدت لزوجها. نعم نعم نعم. هي لكم في الزوجة المخالفة الزوجية. والله بص اجيب لك كلمتين يعني تستفهم تطلع. هو انا مش رجل دين بس يعني عايز اقول لحضرتك ايه، انت ممكن تلجا لاهل الخير جنب حضرتك، حد من امام مسجد، حد من اهلها يصلح بينك وبينها. لا معها ثلاث اخوات مش شرط على النبي، معها ثلاث اخوات. نعم لا معها ثلاث اخوات يعني قمه الادب. نعم نعم، لازم تستعين باهلها باخواتها بقرايبها بحيث ان هم برضو يتدخلوا بينك وبينها لتعديل او لتصحيح المسار او لحل المشكله القائمه اذا كان في مشاكل بينك وبينها. شفت يا دكتوره لسه بنتكلم، يعني هو الراجل بيشتكي من زوجته ان هي يعني مش بتطيعه، يعني مش وهو انسان سوي وهي سويه. شفت الفرق؟ يعني سبحان الله. يعني 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 هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، الرضا المقصود هنا. الرضا المقصود هنا كده. يعني لو هي الزوجه راضيه ما كانش الراجل اشتكى. صح مظبوط. ومع انه يعني بيقول ان اهلها يعني اخواتها كويسين والكلام من لكن هي عندها مشكله في التعامل معاه مثلا. هي اغلب الزوجات الحقيقه الفتره الاخيره بيبقى عندهم تطلعات بزياده. فالتطلعات اللي بزياده دي بتخليها دايما ناقمه على بعض الـ 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 الظروف المعيشيه، الظروف المعيشيه والعلاقه بينها وبين زوجها. نعم نعم. فبتبص تلاقيها مش قادره تكمل. اللي هو بالنسبه لها لو انفصلت هيكون افضل لها. ده للاسف التفكير الحديث يعني. فبس طبعا بالمقارنه بقى بالنموذج اللي احنا فيه علي وميادة. فهنا انا شايفه نموذج ناجح بالرضا. نعم. بالرضا والحب اللي ما بين الطرفين. نعم. اللي مخليهم هيكملوا الحياه ان شاء الله. نعم باذن الله. نعم. وهو ده الفرق اللي احنا بنتكلم عليه. بالزبط. انه دايما الانسان يبقى راضي باللي ربنا اداهوله، اللي ربنا قسمه له، هيبقى عايش مستريح في الحياه. علي انت شايف المستقبل في ايه؟ يعني ان شاء الله في خير ان شاء الله. انت بتتابع الاخبار، بتتابع السياسه، بتتابع ال بتتابع الحاجات دي. طيب احنا هنسمح ليكي خديها بقى، خديها ماشي. بتتابع الاخبار وبتتابع السياسه وبتتابع ال ايوه بتتابع ال ايه اللي بيهمك في في الاخبار اليوميه او في السياسه او حاجه زي كده؟ انا بيهمني بس مصر، بس الكوره وال وال يعني انت بتشجع كوره؟ بحب النادي الاهلي. والله اهلاوي؟ اه. طيب ماشي، مش نفسك تقول حاجه قبل ما نختم بحلقتنا؟ لا مش عايز تطلب حاجه، مش عايز تقول اي حاجه؟ لا قول اللي نفسك فيه. ايه احنا على أنا نفسي بس أروح مع أشوف منتخب مصر في 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 البتاع دي في ال ادعي لهم إن هم يشرفونا إن شاء الله في كأس العالم بإذن الله، في كأس العالم وإن شاء الله يرفعوا اسم مصر، اسم مصر عالي. يا رب. وزي ما اسمها مرفوع كده بإذن الله سيظل مرفوع. دكتورة مي قبل ما نختم، التجربة دي ينفع تتعمم زي ما قلنا؟ والله هي التجربة على السريع لأن احنا التجربة ينفع تتعمم بس على مستوى نسبة الذكاء. يعني هو ده اللي أنا عايز أتكلم فيه. تمام. كل ما كانت نسبة الذكاء مرتفعة، نسبة ذكاء مرتفعة، تعاون أسرة تعاون أسرة زائد القدرات القدرات للفرد نفسه، هل هيقدر فعلا يعول أسرة أو لا؟ فهي دي أهم ثلاث شروط نقدر نشتغل على أساسهم. أنا بشكر حضرتك وبشكرك أخ علي النهاردة، نورتنا وشرفتنا وحلقة جميلة مع أسرة مصرية بسيطة. الحقيقة أنا سعيد إن أنا استضفتك وسعيد إن أنا شايفك مبسوط كده، وادعي لنا كده إن شاء الله ربنا يكرمنا وياك. ربنا يصلح حالك يا رب ويخليك يا رب. وفي آخر فقرتنا بوجه نداء أخير للسيد الوزير وزير الأوقاف، يا ريت روح معك بذوي الاحتياجات بذوي القدرات الخاصه. شكرا، استودعكم الله والسلام عليكم.
نشوف الدنيا بعنيهم، نكون دايما قريب منهم، نعيش ليهم نعيش بيهم، عشان بكرة يكون أجمل وتتحقق أمانيهم. نقرب من قلوب الناس ويسري فينا نبض الناس، ويسري فينا نبض الناس. نمد ايدينا لايديهم، نشوف الدنيا بعنيهم، نكون دايما قريب منهم، نعيش ليهم نعيش بيهم.